السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. راح نبلش اليوم في نتابع في بحث التوازن الكيميائي. مثل ما شفنا بالمقطعين السابقات أخذنا القسم النظري وصار واضح بشكل مفصل وواضح وكيف نحن بندرس بحث التوازن كنظري. اليوم راح نبلش بالمسائل التوازن. مسائل التوازن مسائل مهمة جدا مثل ما حكيت أنا بآخر المقطع السابق. ليه؟ وسهل جدا جدا مسائل التوازن. السبب المشكلة اللي بيلاقوها الطلاب في التوازن هي شغلة واحدة، انه بيلاقوا رح نلاقي مسائل التوازن كل مسألة في عنا فكرة جديدة للمسألة، ونحن رح نناقش كل هالأفكار هاي، لكن رح نلاقيها مسائل سهلة جدا جدا. اليوم رح نبلش بالمسائل المحلولة. في عنا تطبيقين محلولات في الكتاب، رح نحل المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الأولى هي مزجة 2 مول من الهيدروجين مع 3 مول من اليود. طيب نحن حتى ندخل بمسائل التوازن بشكل صح نفهم نقرأ نص المسألة. أنا لما بيقول لي مزجة أو وضع مول يعني مولات معينة، مزجة أو وضع، إذا لما بيقول لي مزجة أو وضع هون مولات ابتدائية. مولات ايش؟ ابتدائية. بنحسب من التراكيز الابتدائية. اما لما بيقول لي عند بلوغ التوازن او عند التوازن كان عدد المولات، هون مولات شو صارت؟ توازنية. بنحسب من التركيز التوازني. اذا اما لما بيقول لي وعند التوازن فهون شو مولات؟ توازنية. فبحسب من التركيز التوازني. تمام؟ نرجع هلق نقرأ نص المسألة بهدوء. مزجة 2 مول من الهيدروجين، هاي المولات ايش معناتها؟ ابتدائية. بنحسب منها التركيز الابتدائي لميل الهيدروجين مع 3 مول من اليود كمان ايضا ابتدائي. في وعاء مغلق سعته 10 لتر، يعني الفي شو بتساوي؟ 10 لتر الحجم. وكانت كمية يود الهيدروجين يعني HI عند التوازن، كانت كمية يود الهيدروجين HI عند التوازن 3.6 مول. معناتها شو هي المولات؟ هي المولات توازنية. بحسب منها التركيز التوازني. شو بحسب منها التركيز التوازني؟ الطلب الأول قال لي احسب قيمة ثابت التوازن يعني كيسة للتفاعل الآتي. فتفاعلنا هو H2 زائد I2 أعطاني 2 HI. إذن التفاعل هو H2 زائد I2 أعطاني 2 HI، طبعا كله حالات غازية. طلب الأول إيش قال لي؟ احسب كيسة. أول شغلي أنا بحط القانون عليه نص علامة مباشرة أنا بأخذها. فكيسة يساوي HI للتربيع على H2 في I2 تمام الناتج على المتفاعل مرفوعة إلى أس، هي الأمثال التفاعلي. طيب لما حطينا القانون فأنا بدي تركيز HI وتركيز H2 وتركيز I2 عند التوازن. وين بدي إياهن؟ عند التوازن. أنا من خلال المعطيات الهيدروجين واليود تراكيز المولات شو هي؟ ابتدائية. شو بحسب من التركيز الابتدائي؟ فأنا بجي بحسب H2 صفر بدل على الابتدائي N على V الحجم 10 حجم الوعاء. فإيش خد عدد مولات الهيدروجين؟ 2 على 10 0.2 مول لتر ناقص 1. و I2 أيضا صفر يساوي N على V ويساوي 3 على 10 أيضا 0.3 مول لتر ناقص 1. لكن هي تراكيز ابتدائية وأنا بدي بالقانون تراكيز توازنية. تمام؟ وعند التوازن يود الهيدروجين هي عدد مولات توازنية، فبحسب من التركيز التوازني. ف HI إيكوال يعني توازني يساوي N على V ويساوي 3.6 على 10 0.36 مول لتر ناقص 1. أنا لحد الآن من التراكيز التوازنية فقط عندي HI.
فبدي اتش 2 واي 2 توازني. شو بنعمل؟ بنشكل الجدول. الجدول نفس جدول مسألة السرعة، لكن الخلاف بدل التراكيز بعد زمن او في اللحظة بنقول التراكيز التوازني. التراكيز شو؟ التوازني. طيب، فعندي المعادلة هي اتش 2 زائد اي 2 اعطاني 2 اتش اي. التراكيز الابتدائية، ايش خطينا معي؟ اتش 2 0.2، الاي 2 0.3، هون دائما شو؟ صفر. التراكيز التوازنية، لكل مول قلنا اكس المتفاعل ينقص والناتج يزداد، ف 0.2 ناقص اكس، 0.3 ناقص اكس، زائد 2 اكس. شكلنا جدول جميل. انا حتى احسب اتش 2 واي 2 توازني شو لازمني انا؟ الاكس. انا شو حسب تراكيز توازني؟ اتش اي اللي هو هون شو هو؟ 2 اكس. ف 2 اكس هي 0.36، فالاكس شو بتساوي؟ 0.18. اذا ف 2 اكس تساوي 0.36، فيؤدي الاكس تساوي 0.18 مول لتر ناقص واحد. فنحن اوجدنا قيمة اكس. هلق انا بجي بحسب اتش 2 توازني واي 2 توازني، فاتش 2 ايكوال توازني يساوي 0.2 ناقص اكس 0.18، 20 ناقص 18 2، والفاصل بعد رقمين 0.02 مول لتر ناقص واحد. اي 2 ايكوال تساوي 0.3 ناقص 0.18، 30 ناقص 18 0.12 مول لتر ناقص واحد. فصف عندي اتش 2 او اي 2 وعندي اتش اي، فمنعوض بكي سي، فالكي سي تساوي اتش اي مربع 0.36 للتربيع، اتش 2 0.02، اي 2 0.12 يساوي. ليكو ببساطة جدا راح نطالع الجواب. تعلمنا قلت لكم دائما وابدا حلل لقوة. انت 0.36 للتربيع يعني 36 ضرب 36 ضرب 10 قوة ناقص 4، لانه بعد رقمين قوة بصير ناقص 4. 2 في 10 قوة ناقص 2 ضرب 12 ضرب 10 قوة ناقص 2، تمام الحكي. فأنا ناقص 4 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 4، اختصرناهم مع بعض، 36 مع 2 18، 36 مع 12 3. شو صف عندي؟ 18 ضرب 3 ويساوي 54. شو بيساوي؟ 54. ببساطة جدا طلعنا الإجابة، واضح؟ إذا برجع بعيد، لما بقول لي مزيجة أو وضع مولات ابتدائية بنحسب من التركيز الابتدائي. أما لما بيقول لي عند بلوغ التوازن أو عند التوازن كان عدد المولات، هو شو صفة المولات؟ توازني. بحسب من التركيز التوازني، بحسب من التركيز التوازني. هيك ببساطة جدا صار معي أنا مسألة التوازن. ليك الطلب الثاني، شو قال لك الطلب الثاني؟ قال لك ما قيمة كي بي ولماذا؟ ما قال لي احسب، قال لي ما قيمة. عاد أنا عندي هون شيء استنتاجي، بس قال لي ما قيمة كي بي، فورا أنا بضرب وبطلع، بضرب عيني لوين؟ بطلع على المعادلة إذا كانوا عدد المولات متساوي أو لا. إيش خد عندي المولات هون؟ 2. إيش خد المولات هون؟ 2. فشو؟ كي بي تساوي الكي سي وتساوي 54. ليش؟ لأن دلتا إن تساوي الصفر مول. أنا هيك أخذت علامتي كاملة للطلب. خلي ما قيمة، هلق لو قايل لي بهالطلب هاد احسب، بس بحط العلاقة بيناتهم، بقول له دلتا ان تساوي صفر مول وكي بي تساوي كي سي. الطلب الثالث، طبعا احنا بكتابنا بس الطلب الاول موجود، لكن انا معطيك اياها كمسألة نموذجية كيف تجي يعني. الطلب الثالث، ما تأثير زيادة الضغط؟ نحن مو المولات متساوي، لا يتأثر. اذا لا يتأثر، فسر اجابتك. لان عدد المولات متساوٍ وين؟ في الطرفين. عدد المولات شو؟ متساوٍ في الطرفين. هيك المسألة صارت واضحة
وبسيطة جدا. طيب ننتقل نحن على المسألة الثانية. المسألة الثانية هامي وركز معاي فيها. المسألة هاي فيها فكرة جديدة اللي هي نسبة مئوية ما نسبة مئوية. تمام؟ قال لي وضعت 2 مول من SO3، وضع 2 مول من SO3 في وعاء سعته 10 لتر، فالحجم مش قد 10 والمولات ابتدائية. فشو بنحسب التركيز الابتدائي لمين؟ مباشرة SO3 صفر تساوي N على V وتساوي 2 على 10 وتساوي 0.2 مول لتر ناقص 1، مول لتر ناقص 1. طيب وسخن الوعاء إلى درجة حرارة معينة وجد عندها، يعني إيمت بعد ما سخناه، يعني وصلنا لحالة التوازن، أن 10% من SO3 قد تفكك حسب المعادلة. شو الطلب الأول؟ قال لك ما في غيره طلب، قال لك احسب كيسه. قلنا أول شغلي فرم نحط القانون، كيسه الناتج على المتفاعل مرفوعة إلى أس هي الأمثال التفاعلي، فSO2 للتربيع في O2 على SO3 للتربيع، رفعنا أمثال التفاعلي. فبدنا التراكيز شو؟ التوازني. وأنا لحد الآن إيش معاي؟ ما معاي غير تركيز SO3 شو؟ ابتدائي. SO3 شو؟ ابتدائي. فبدنا التراكيز التوازني، شو بنساوي؟ مشكل الجدول. طيب 2SO3 عطاني 2SO2 زائد شو؟ O2. التراكيز الابتدائي هون 0.2 0 0، هون 0.2 توازني ناقص 2X لأنه مولات 2، فهون 2X وهون شو؟ X. حلو هالكلام. كيف بدي أحسب أنا الX هون؟ نحن لما جينا كفينا المسألة قال لي وجد أن 10% من مين؟ من SO3. ركز معي ابني، لما بالنسبة المئوية بالنسب المئوية ما إلك علاقة غير بالمادي، نفس اللي قال لك النسبة إلى، نحن لأنه بتختلف نسب المواد المتفاعلة من مادي إلى أخرى، فالإكس أنا لازم أجيبه من نفس المادي. هلق أنا وجد أن 10% من SO3 قد تفكك، معنى الكلام أنه كل 100 من SO3 قد تفكك منه 10. ليه سمينا تفكك؟ لأنه هو التفاعل تفكك مادي، عطت مادتين، فكل 100 من SO3 تفكك منها 10، وكل 0.2 شخد تفكك منه 2X. هاي 2X وليس هون أنا ما علاقة، SO3 تفكك. تمام؟ البعض طبعا شو بيقولوا؟ انه هاي عطت هاي، هون بالمسألة هاي زبطت معك انه هاي عطت 2X وهي 2X، لكن غير مسائل ما بتزبط معي أنا هذا الكلام. المادة نفسها شخد راح منها 2X، فكل 0.2 من SO3 تفكك منها 2X، فيؤدي 2X تساوي طرفين في الوسطين 0.2 ضرب 10 على شو؟ 100، ويساوي بيطلع معاي الرقم 2%، لأنه هون عندك 2 على 100 2%، فيؤدي الإكس شو بتساوي؟ 2% على 2 1% مول لتر ناقص 1. طيب حسبنا الإكس نحن وهي تساوي تركيز مين؟ O2 توازني، O2 إيكوال. تمام الحكي؟ بنحسب SO2 وبنحسب SO3، فSO3 إيكوال تساوي 0.2 ناقص 2X يعني 2%، فتساوي 0.18، والSO2 إيكوال تساوي 2X يعني 2%، فصفت عندي كل التراكيز التوازنية. وين بنعوض؟ بكيسة. فالكيسة تساوي SO2 مربع يعني 2% للتربيع في O2 0.01 SO3 0.18 للتربيع، وتساوي ها عندي 2% للتربيع، يعني 2 ضرب 2 ضرب 10 قوة ناقص 4 ضرب 10 قوة ناقص 2 على 18 ضرب 18 ضرب 10 قوة ناقص 4، 10 قوة ناقص 4 مع 10 قوة ناقص 4. طيب
2 مع 18 9، 2 مع 18 9 شو صفى عندي؟ 1 على 81 ضرب 10 قوة ناقص 2. طبعا قلنا ثابت التوازن ليس له واحدي، ليس له واحدي. فهالمسألة هامي، تبع لي نرجع من عيد المسألة. قال لي وضع 2 مول حسبنا التركيز الابتدائي وسخن إلى 10 أن درجة حرارة معينة، وجد أن 10% قد تفكك وفق المعادلة. قال لي احسب كيسه، حطينا القانون حتى نحسب التراكز التوازني شكلت الجدول. تمام، هلق لو قايل لي عند بلوغ التوازن المولات التوازني حسب تراكز توازني، طيب شكلنا جدول كيف نحسب الاكس؟ قلنا من نفس المادي بالنسب، كل 100 من اس او 3 تفكك منها 10، كل 0.2 شخص تفكك منه 2 اكس، اوجدنا الاكس حسبنا التراكز التوازنية عوضنا بكي سي طلعت معي الناتج بسهولة. هيك مسائل مهمة يعني، ليش؟ فكرة جديدة، رح اشوف فكرة جديدة بمسائل التوازن مثل ما رح اشوف هلق. رح نبلش في مسائل البحث اللي هني 6 مسائل رح نحلين كاملة. تابع، نحن حلينا مسائل المحلولية، هلق رح نبلش بمسائل الأنشطة والتدريبات. عندنا 6 مسائل رح نحلين كامل المسائل وندقق عليهم بشكل واضح ونحلين لحلاقين مسائل سهلة جدا جدا. ليك عندنا المسائل الأولى بالأنشطة والتدريبات، المسائل الأولى سهلة جدا جدا، يعني فكرتها ما في فكرة، نفس المسائل المحلولية الأولى. قال لي وضع 4 مول من بي سي ال 5، شو اتفقنا؟ هي مولات ابتدائية في وعاء سعته 2 لتر، فالفي تساوي 2 لتر. طيب وسخن إلى درجة حرارة معينة وعند التوازن بقي في الوعاء 3.6 مول من مين؟ من بي سي ال 5. الطلب الأول قال لي احسب كيسي الناتج على المتفاعل بي سي ال 3 في سي ال 2 على بي سي ال 5، فبدنا التراكيز التوازني. أنا من معطيات المسألة بقدر احسب تركيز الابتدائي لبي سي ال 5 والتركيز التوازني ايضا لبي سي ال 5. ان على في تساوي 4 على 2، 2 مول لتر ناقص 1. وايضا قال لي عند التوازن 3.6 مول من بي سي ال 5، فبي سي ال 5 ايكوال تساوي ان على في وتساوي 3.6 على 2، 1.8 مول لتر ناقص 1. طيب فانا ضل عندي بدي بي سي ال 3 وسي ال 2 توازني، شو بنعمل؟ نحن قلنا بنشكل الجدول. فانا عندي المعادله هي بي سي ال 5 اعطاني بي سي ال 3 زائد سي ال 2. التراكيز الابتدائي، ايش خد التركيز الابتدائي لبي سي ال 2؟ 0 0. هون 2 ناقص اكس اكس اكس. تمام. فحتى نحسب البي سي ال 3 والسي ال 2 شو بلزمنا؟ الاكس. لكن نحن حسبنا التركيز التوازني لمين؟ لبي سي ال 5. ايش خد طلع التركيز التوازني بجدول 2 ناقص اكس؟ ايش خد بيساوي؟ 1.8، فبنحسب منه الاكس. فانا 2 ناقص اكس شو بتساوي؟ 1.8، فيؤدي الاكس تساوي 2 ناقص 1.8 0.2 مول لتر ناقص 1، فيؤدي بي سي ال 3 ايكوال يساوي السي ال 2 ايكوال ويساوي الاكس. بي سي ال 3 اكس وسي ال 2 اكس وتساوي 0.2. فهلق وين بنعوض؟ بقانون كيسي. فالكيسي تساوي بي سي ال 3 في سي ال 2، يعني 0.2 ضرب 0.2 على بي سي ال 5 توازن، ايش خط الامانة؟ 1.8. طيب يساوي 2 ضرب 2 ضرب 10 قوة ناقص 2 على 18 ضرب 10 قوة ناقص 1. جميل. فأنا 2 مع 18 بقي عندي 9، وال10 قوة ناقص 2 مع 10 قوة ناقص 1 10 قوة ناقص 1، فصفى عندي الجواب يساوي، ظل عندي 2 بالبسط، 2 على 9 ضرب 10 قوة ناقص 1. دائما أبسط كسر يقبل الجواب، أبسط كسر. لكن أما أنت عندك جواب 2 على 10 لا يقبل هذا الجواب،
ليش؟ لأنه يعني في أبسط منه واحد على خمسة. هذا الطلب الأول مثل ما شفنا بالمثال المحلول بالضبط نفس الفكرة. الطلب الثاني قال لي احسب الكيب علما أن الآر والتي، أعطاني الآر والتي. فهو شو من العلاقة اللي بتربط بين كيب وكيسي؟ كيب إيش بيساوي؟ كيسي آر تي قوي دلتا إن. الدلتا إن إيش بيساوي؟ الناتج ناقص شو المتفاعلي، واحد وواحد اثنين ناقص واحد واحد مول، فيؤدي الكي بي تساوي كي سي طلع معنا 2 على 9 في 10 قوة ناقص واحد. في الار طلع لا اعطاني اياها 0.082 يعني 82 ضرب 10 قوة ناقص 3. ضرب التي يعني 5 ضرب 10 قوة 2 قوة واحد ويساوي. ليك ببساطة مطالع الجواب، 5 ضرب 2 10 ضرب 82 820 على 9 ضرب 10 قوة ناقص 1 و10 قوة ناقص 3 10 قوة ناقص 4 و2 10 قوة ناقص 2 ويساوي 820 تقسيم 9 تقريبا 92 ضرب 10 قوة ناقص 2. ببساطة جدا شوف الطلب الأول كيسي أوجدنا كي بي من العلاقة بيناتي. لو الطلب الأول كي بي كنا أوجدنا كي سي من العلاقة اللي بتربط. مسألة بسيطة. المسألة الثانية هامي. ليش هامي؟ لأنه فيها فكرة جديدة. ركز معاي مثل هيك نوع مسائل. أنت لما بتحل مسألة بطريقة وفكرة معينة، أي مسألة على نفس النمط تمام نفس الطريقة رح تحل أنت فيها، بس افهم الفكرة اللي رح تحل فيها المسألة. مثل هالنوع هذا المسألة الثانية. يحدث التفاعل المتوازن الآتي: A في درجة حرارة معينة، A زائد B أعطاني C زائد D. قال لي إذا علمت أن نسبة التركيزين الابتدائيين A صفر على B صفر، فأنا أعطاني A صفر على B صفر إيش بيساوي؟ التلت. وعند التوازن C إكوال توازنه 1 على 6 بي صفر يعني بي صفر على 6، فالC إكوال يساوي بي صفر على 6 تمام. شوف لاحظ بالمسألة هاي ما في أرقام، يعني إنه تركيز معين أرقام معينة ما في. كيف انتبه كيف نحل هيك نوع مسائل. شو الطلب الأول قال لك؟ احسب KC. فأنا عندي الطلب الأول، أول شغلة اتفقنا نحن حط القانون C في د على A في B. حلو هالكلام. فبدنا التراكيز عند التوازن. بدنا التراكيز وين؟ عند التوازن. طيب ما عندي لا تراكيز ابتدائية، عندي نسبة تركيزين ابتدائيين. حتى نوصل لا التراكيز توازنية رح نشكل الجدول. تبع علي عندنا A زائد B أعطاني C زائد D. التراكيز الابتدائي عندي شي تركيز ابتدائي لA؟ لا. عندي تركيز ابتدائي لB؟ لا. فبفرضه أنا A صفر B صفر صفر صفر، فهوني A صفر ناقص X B صفر ناقص X X X. حلو هالكلام. أنا حتى احسب التراكيز التوازنيه شو بدي؟ الاكس. الاكس محسوبي، اعطاني السي توازني ايكوال السي توازني هو نفسه الاكس وهو نفسه الدال. لكن تبع علي انت وصلت وشكلت هالجدول هذا، وصلنا لهالمرحله هي. انا عندي اما A صفر وعندي B صفر. مثل هيك نوع مسائل انت يا كل العلاقات بتخليها بدلاله A صفر يا كل العلاقات بدلالة مين؟ بي صفر. شو بتعمل مشان ترتاح بطريقة الحل؟ بتطلع انت على التركيز التوازني اللي اعطاك اياه في النص. انا اعطاني السي ايكوال بدلالة مين؟ بدلالة بي صفر. تمام؟ بدلالة مين؟ بي صفر. فانت من نسبة التركيزين تجي بتحسب A صفر بدلالة بي صفر. فبتخلي كل العلاقات بدلالة B صفر. لو أعطيني التركيز التوازني بدلالة A صفر
وقت انت شو بتساوي؟ بتحسب من نسبة التركيزين بي صفر بدلالة آ صفر، بتخلي كل العلاقات آ صفر. لكن بهالمسألة هي أنا أعطاني التوازني بدلالة بي صفر، فمن نسبة التركيزين الابتدائيين بحسب آ صفر بدلالة مين؟ بي صفر. فمن هون يؤدي الآ صفر شو بتساوي؟ بي صفر على 3. بي صفر على شو؟ 3. فنحن منجي بالجدول بدال الآ صفر شو منحط؟ بي صفر على 3. بي صفر على 3. فصف عندي كل العلاقات بدلالة مين؟ بي صفر. بدلالة مين؟ بي صفر. هلق قلنا حتى نحسب التراكيز التوازنية بدي الإكس، والإكس قلنا هي موجودة، هي تركيز سي توازني. فأنا عندي سي إكوال يساوي الدال إكوال ويساوي الإكس ويساوي بي صفر على 6، ويساوي بي صفر على شو؟ 6. فحسبنا السي والدال وحسبنا الإكس بنفس الوقت، فمنعوض بالآ ومنعوض بالبي. فالآ إكوال يساوي بي صفر على 3 ناقص الإكس يعني بي صفر على 6، وتساوي من واحد المقامات هون 2 هون 1، فاثنين بي صفر ناقص بي صفر بي صفر على 6. هذا الآ توازني. البي إكوال توازني يساوي بي صفر ناقص إكس، الإكس هي بي صفر على 6، كمان أيضا واحد المقامات هون 6 هون 1، فأنت شو بصفي معك؟ 6 بي صفر ناقص بي صفر 5 بي صفر على 6. فصار عندي الا، صار عندي السي، صار عندي البي، صار عندي السي، وصار عندي الدال، منعوض بكي سي. فالكي سي تساوي سي في دال يعني بي صفر على 6 ضرب بي صفر على 6 على ا في بي، بي صفر على 6 ضرب 5 بي صفر على 6. لاحظ ببساطة أبسط حسابيا، بي صفر على 6 رحمة بي صفر على 6، وبي صفر على 6 رحمة بي صفر على 6، إيش بقي معي؟ 1 على 5 يعني يساوي 0.2. ببساطة جدا المسألة صارت سهلة. أنت أعطاك دائما نسبة التركيزين الابتدائيين وأعطاك توازنه، فأنت بتخلي كل العلاقات يا آ صفر يا بي صفر، حسب إيش؟ حسب التركيز التوازني اللي أعطاك يا هو بدلالة مين. تمام. هلق الطلب الثاني شو قال لي؟ احسب النسبة المئوية المتفاعلة من مين؟ من آ. فما يعلق غير بآ. فأنا كل بي صفر على 3 يعني هو نفسه الآ صفر تركيز ابتدائي، ايش خد فاعل منه؟ الإكس. الإكس خطلت معي بي صفر على 6، فكل بي صفر على 3 يتفاعل منه بي صفر على 6، كل 100 يتفاعل منه واي، واي تساوي بي صفر على 6 ضرب 100 على بي صفر على 3. بي صفر على شو؟ على 3. طيب فالبي صفر راح مع البي صفر، والستة مع 3 بقي عندي 2، 100 ضرب نص 50%. النسبة المئوية المتفاعلة من مين؟ من آ. واضح المسألة؟ صارت بسيطة جدا جدا. إذا أي مسألة من هالنوع هيك الطريقة المشتغل بها، بيعطيني نسبة تركيزين ابتدائيين وبيعطيني توازني. فنحن رح نشكل الجدول، وحسب أنت التركيز التوازني بتخلي كل علاقات يا آ صفر يا بي صفر. تمام. في المقطع القادم إن شاء الله رح نتابع في مسائل الأنشطة والتدريبات.